في البداية أرحب بضيفنا في هذه الساعة، ينضم إلينا الأستاذ سعد جواد، أستاذ العلوم السياسية من لندن. سيد جواد، مساء الخير. أولا، ما حقيقة هذه الخلافات وما مدى جديتها بين أبو ظبي والرياض؟ مساء الخيرات. يعني أن يكون هنالك خلافات، نعم هنالك خلافات واضحة ومتصاعدة أقدر أقول، ولكن أن تكون جدية وتأثر على العلاقات بين الطرفين أو تنقلب إلى إلى صراعات حادة ومواجهات حادة، أعتقد هذا مستبعد لسبب بسيط، إنه السعودية الطرف الأكبر والأقوى والذي هو طبعا الطرف المنزعج من تصرفات الإمارات. لا أعتقد إنه ولي العهد الآن في حالة تسمح له بأن يثير مشكلة مع الإمارات حول أي مسألة من المسائل. نعم، هو يريد أن تكون الإمارات تسير وفق ما هو يريده، لكنه أن يصعد الأمر إلى خلافات، أنا أعتقد هذا مستبعد. بعدين يبدو أن الإمارات بدأت تشعر أنه أنها عندها من القدرة على أن تزاحم السعودية في مسألة النفوذ في منطقة الخليج، وخاصة على البحر الأحمر أو على باب المندب عفوا، وعلى على على بحر العرب. ولهذا تحدثت منت عن هذه القاعدة، وهذه اعتبرت السعودية تجاوز كبير، لأن يعني هي السعودية تعتبر نفسها هي الوحيدة التي يحق لها أن تؤمن أمنها القومي من خلال اليمن. هذه مسألة شوية كانت كبيرة، هل ستستمر بها الإمارات أم ستتوقف؟ هذه يعتمد على تصرفات دولة الإمارات. المشكلة الحقيقية كانت هي اليمن. الإمارات دخلت الحرب مع السعودية في اليمن على أساس أنه هذه نزهة، وبالتالي سيتم إنهاء المشكلة بفترة وجيزة، ويكون للطرفين نفوذا كبيرا في هذه المنطقة. الحرب في اليمن انقلبت رأسا على عقب، واضطرت الإمارات أن تنسحب حتى بدون موافقة السعودية، واعتبرت السعودية هذه نوع من الطعنة في الظهر، وبدأت تتصرف كما تشاء. وهذا طبعا جزء من محاولات الإمارات للعب دور أكبر في منطقة الخليج. طيب، لكن سيد جواد، إذا ما نظرنا إلى ما ذكرت فقط هذه النقاط المهمة، كان في الطاقة أو في اليمن، هل نستطيع أن نقول وبأريحية بأن الإمارات هي التي تتعمد ربما أو تقوم ببعض الأفعال التي تستفز الطرف الآخر؟ يعني عندما تبني قاعدة جوية في جزيرة ميون، ألا يحق للسعودية أن ترى بأن هذا ربما تجاوز لمصالح السعودية، وأيضا بشكل أو بآخر ربما تهديد لحدودها؟ يعني حتى أكون واضح معك، أنا لست مع سياسة الإمارات ولا مع سياسة السعودية، لكن ظاهر الأمر يقول أن الإمارات هي التي بدأت تحاول أن تتمدد أكثر في مسألة أمن الخليج والنفوذ في الخليج، وهذه طبعا في مناطق عديدة صارت هاي المسألة، وهذا السبب هو اللي خلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن مثلا يذهب إلى قطر ولا يذهب إلى أبو ظبي في زيارة. هذه كلها يعني مصالح متضاربة في منطقة، لكن يبدو أن الإمارات هي من استفز السعودية بعملين. العمل الأول هو الانسحاب من حرب اليمن، العمل الثاني هو محاولة قبلها فصل عدن عن بانقلاب عن 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 اليمن ككل، وثم بعد ذلك إقامة هذه القاعدة. والمشكلة الأخرى هي النفط. السعودية لا تريد لأسعار النفط أن تنهار، وتريد أن تبقى على نوع من الموازنة، لكن الإمارات عندها وجهة نظر أخرى. دعني أورد فقط هذه المحطات سيد جواد، وهي تصب فيما نتحدث عنه. الشيخ محمد بن زايد لم يحضر القمة الصينية في الرياض التي عقدت في ديسمبر، وكان هذا مؤشر ربما إلى حد ما على هذه الخلافات. يقال بأن أبو ظبي أيضا انزعجت مما وصفها بعض المعنيين هناك بالمصالحة السريعة بين السعودية وقطر، ربما الإمارات كانت تريد المزيد من ابتزاز بين ظفرين، ابتزاز الدوحة. في إطار ردود الفعل من الجانبين،
السعودية شجعت شركات أجنبية بنقل مقراتها إلى الرياض. طبعا هذا يعني فهم من الطرف الآخر بأنه تحدي لمكانة دبي في المنطقة. الإمارات أيضا رتبت مكالمة بين قادة قطر والبحرين بعد سنوات من الفتور، وهذا أيضا وكأنه فيه تجاوز لدور الرياض المحوري في المنطقة، يعني وكأنه تسجيل هدف بهدف ولكن يعني في إطار صامت. نسيت مسألتين أخرى. مسألة الأولى هي رفض الأمير محمد بن سلمان أن يذهب إلى الإمارات في صحيح. هذا المؤتمر اللي صار، هاي واحدة. واثنين أنه السعودية من فترة بدأت تنقل مو فقط الشركات، أجهزة أو شركات الإعلام، محطات الإعلام الكبيرة MBC وMBC تنقلها إلى السعودية لتجعل من السعودية المقر الإعلامي بدلا من دبي وأبوظبي، وهذا طبعا نوع من الضربة إلى استثمارات الإمارات في هذا المجال. طيب هذه الأهداف المتبادلة إلى أين ستنتهي برأيك فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين، أو في يعني المحافظة على هذه الأزمة الصامتة مخافة أن تنتقل إلى العلن؟ يعني هي هذه المنابزات بدأت لما شعرت الإمارات كما قلت لك أنه موقف السعودية ضعيف وموقف الولي العهد ضعيف، لأن أمريكا كانت هي التي تقف في وجه ولي العهد وحاولت في أكثر من مرة منذ مقتل خاشقجي أن تسبب له مشاكل. الآن الصورة انقلبت، الآن السعودية رجعت يعني كما يقال دولة مفضلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكل محاولات تغيير النظام أو تغيير ولي العهد أو التأثير على الحكم ذهبت، لأن أمريكا الآن بحاجة إلى السعودية بسبب الحرب الأوكرانية. ولهذا نشعر أن موقف السعودية أقوى، وأشعر أيضا أن الإمارات ستخفف من هذه الاندفاعات، وطبعا ليس من مصلحتهم الاثنين أن تكون هناك تصعيد لهذه الأزمة أكثر من ذلك. ويبقى تبقى السعودية بالنسبة لدول الخليج هي الدولة الأكبر والدولة الأهم. يبقى نشير سيد جواد لأن الطرفين الحقيقة قللا من أهمية هذه الخلافات. الوزير أنور قرقاش من الجانب الإماراتي ومعه أيضا الأكاديمي الإماراتي علي الشعيبي ينفيان وجود خلافات عميقة. نعم هناك ربما اختلاف في بعض الملفات. حتى الصحافة الإماراتية والسعودية إلى حد ما قللت كثيرا من هذا يعني الحديث عن هذا التصعيد، وهذا دليل واضح على أن الطرفين لا يريدان أن يذهبا إلى أعلام أبعد. السيد سعد جواد أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من لندن، نشكرك جزيل الشكر.